أدري يا سلامة إنك دوم تختارين لطفلك الأفضل. هي وعند إكمال طفلك السنة الأولى من عمره واعتياده على الطعام، إذا اضطريت توقفين حليب الأم فعليك اختيار البديل الصحيح. هي بعض الأمهات يتجهون نحو حليب البقر، بينما أنصحك بحليب الأطفال المخصص للنمو. ها؟ ولكن من حقك يا سلامة إنك تسألين، هل في فرق بين حليب المخصص للنمو وحليب البقر العادي؟ أول شيء، حليب البقر يحتوي على عناصر غذائية مهمة للأطفال، ولكن غير مناسب لهم. أها. لأن فيه نسبة عالية من الدهون المشبعة، 3.1 جرام في الكوب الواحد، ونسبة منخفضة من الحديد، 0.15 ملي جرام في الكوب الواحد. أما الحليب المخصص للنمو فيحتوي على 60% بروتين أقل. أوه. ولا تخافين، فهي الكمية المناسبة لطفلك، وبيحتوي بعد على البروبايوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد الجهاز الهضمي وتقلل من الإسهال، وشيء وايد مهم، بدل الدهون المشبعة في حليب البقر، الحليب المخصص للنمو فيه دهون نباتية غير مشبعة تدعم الدماغ وتحمي القلب على المدى الطويل. الاختيار الصحيح يساهم في صحة أطفالنا لما يكبرون. عساكم دوم في صحة وسعادة.